السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بعض الأساتذة وهم بيدوا المحاضرة بيسجل المحاضرة بتاعته، وبعد كده عايز يعرف يجيب التسجيل بتاع المحاضرة منين. فالوصول للتسجيلات بيبقى سهل جدا وبسيط، مجرد ما أروح الفصول الافتراضية وابتدي أعين الجلسة بتاعتي اللي أنا سجلتها. طبعا هنا مفيش جلسات لأن مفيش جلسات قادمة، لكن كل الجلسات السابقة بعينها. أبص على القائمة، في هنا 3 شرط على اليمين من فوق، مجرد إن أنا افتحها الاقي هنا التسجيلات. هنا بيجيب لي التسجيلات، برضو عندي في فلتر التسجيلات الموجوده. لو انت عايز تسجيلات موجوده في نطاق معين من تاريخ كذا لتاريخ كذا، او لو عايز التسجيلات الحديثه هو بيجيب لك التسجيلات. تستطيع ان انت تستعرض هذه التسجيلات، وكمان الطالب نفسه كمان يستعرض هذه التسجيلات ويستفيد منها في المشاهده كذا مره. مجرد ما تقول له المشاهده الان يبتدي يعرض الجلسه اللي تم تسجيلها. طبعا الطالب بيوصل بنفس الطريقه ويقدر ان هو يشاهد الجلسه لو حتى عايز يعيدها كذا مرة، مفيش عنده أي مشكلة. أدي الجلسة أهي، مجرد ما بيدوس على الجلسة، طبعا أدي الوقت بتاعها، بيبتدي عبد الله طاهر، يجيب الجلسة. طبعا الجلسة بتبقى متسجلة بكل اللي حدث فيها من حوارات حتى مع الطلبة. بسأل عبد الله بقول له هي البيجمنتس او الصبغات اللي موجوده في الكلوروبلاست بتاعت اليونيفايد، وهكذا. وبكده نكون عرفنا ازاي نوصل للتسجيلات بتاعت المحاضرة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله.